بأس الليلة. لقاء الهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثالث، وضمن مباريات الأسبوع 21 نجح فريق بايونيرز في فوز هام على نادي المصري بالسلوم 3-2 في لقاء شهد غزارة تهديفية وإصرار من نادي بايونيرز على حصد المباراة بعد سيطرة شبه كاملة لفريق بايونيرز الذي نجح في تحقيق هدف مبكر عن طريق عبد المنان في الدقيقة 5، ولكن من خطأ لحارس مرمى بايونيرز ينجح مبارك أحمد لاعب المصري بالسلوم في تسجيل هدف التعادل، وفي الشوط الثاني ينجح نادي بايونيرز في تحقيق فوز هام بعد أن أحرز هدفين متتاليين بعد ضربة جزاء حصل عليها عبد المنان، أحرزها المدافع إبراهيم أبو اليزيد البديل، ثم البديل محمد فيليكس يصنع الهدف الثالث لمحمد جميل، ويحاول المصري بالسلوم العودة للقاء إلى أن نجح في تقليص الفارق في الدقيقة 93 عن طريق البديل أيضا عجمي وليد ليحقق نادي بايونيرز 3 نقاط هامة جعلت الفريق في المركز 15 برصيد 13 نقطة، بينما استمر المصري بالسلوم في المركز الأخير ب 12 نقطة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر لعيبه الرجاله، النهارده كنا رجاله جدا في الملعب، يمكن انا بقالي اقل من شهر مع الفرقه، جت لهم شهر واحد من بروكسي، بصراحه انا استغربت من هو في فرق الجدول، يعني فرقه ما شاء الله كويسين، اداء كويس، في سوء توفيق يعني واضح، ممكن مكان الفرقه فيقول لك لا دي فرقه مش كويسه او حاجه، لا مفيش خالص، اي حد بيجي يتفرج على الفرقه كان ناقص التوفيق، والحمد لله التوفيق حلفنا النهارده، وان شاء الله هنبني على المكسب ده، وانا ان شاء الله يعني انا متوقع ان فرقه بايونيرز هتفنش الدوري في مركز كويس جدا، مركز مفاجاه يعني باذن الله ان شاء الله. بالظبط، هو دايما انت ممكن تأدي في ماتشات بس ما يبقاش معاك توفيق او حاجه، النهارده الحمد لله التوفيق جالنا، احنا بنشتغل وبنتعب تقريبا الفتره فاتت كلها، يعني ماتشات بنبقى كويسين، ابتدينا مع بيبي الاسمده ومع البلديه ومع المنصوره، كنا اقرب للفوز كمان مع فرقه بتنافس، احنا ان شاء الله هنبني على المباراه دي، والفتره الجايه باذن الله هيكون في جهد اكتر ويكون في مكسب كمان ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. محمد سعد بتواجدك معانا ومبروك. تسلم، ربنا يخليك، شكرا. تسلم. تواصل لقاءات من داخل ملعب شربين بعد فوز بايونيرز على المصري بالسلوم، سعد انك متواجد معانا كابتن ابراهيم محمد مدير التعاقدات بنادي انبي والمشرف العام على نادي المصري بالسلوم. كابتن ابراهيم رحب بك النهارده ونقول لك هارد لك على النتيجه، مباراه مميزه من لعيبه المصري بالسلوم ولكن في النهايه انتهت بالخساره. الحمد لله النتيجه بتاعت ربنا، الاداء انت شفته يعني خطا بسيط من لعيبه لسه عندهاش خبرات، انت عارف ان التجربه لسه عاملينها قبل بدايه الدوري بحوالي 3 ايام او 4 ايام، كنا واخدين القرار من مجلس اداره النادي انبي وعملنا الفريق، والغرض منه اصلا مش نتائج اكتر منه ان انا بجهز لعيبه بديها خبرات اكتر ترجع لي بشكل كويس، لو كسبت 2 أو 3 لعيبه انا الكسبان، القصه مش قصه نتائج دلوقتي لان احنا خدنا قرار متأخر شوية بس الحمد لله ان احنا خدناه، فاعتقد الهدف اللي احنا عاملينه او اللي احنا شغالين عليه بيتحقق من تحسن الاداء لان امكانيات لعيبة بتنضج، فالتجربة مش وحشة وهنيجي في اخر السنة نقيم مع مجلس ادارة التجربة. تجربة يا كابتن ابراهيم، بدأت بعض الاندية في الدوري الممتاز تسير على نفس نهج نادي، شايفين نادي سيراميكا كليوباترا بيرعى احد اندية مجموعة الصعيد، منهج او نهج بدات الانديه تمشي عليه من اجل الاستفاده اللي حضرتك قلتها. بص احنا في الكلام ده بقى لنا حوالي 3 سنين يعني بنحاول ناخد تجربه، لكن مجلس الاداره الحالي كان له يعني القرار والسبب ان هو ياخد القرار، ولكن احنا كنا من 3 سنين بنتعاقد مع الفيوم والمنيا وحاجات من الانديه دي، لكن السنه دي اوكي المجلس الاداره اخذ قرار الحمد لله، يعني احنا تجربه عايشينها كويس خطوه خطوه لحد ما تجني ثمارها باذن الله. ابراهيم سعد بتواجدك معانا وهارد لك على زمانك. ربنا يخليك، شكرا جزيلا وبشكركم وتحياتي لكم. منورين يا كابتن حسن وكره الشمس منوره الدنيا، والله الحمد لله هو مباراه كانت يعني احنا بنلعب المباراه ديت ولينا هدف في الثلاث نقط دول بالنسبه لنا احنا مهمين جدا، وبالنسبه لفرقه مصر السلوم طبعا هي كمان حاسه بالموقف وعارفين المباراه وقيمه المباراه، فالحمد لله النهارده الفرقتين جايين عارفين ان النهارده اللي هيقع او اللي هيفقد نقط النهارده الفريق الثاني اكيد طبعا هيركب وحظوظه ممكن تتصعب شويه، الحمد لله توفيق ربنا النهارده، ربنا ادانا التوفيق وقدرنا ان احنا ناخد الثلاث نقط. مباراة اليوم نقدر نقول مواصلة سلسلة النتائج المميزة لنادي بايونيرز منذ قدوم الكابتن عيد والأداء المميز النهارده بيكلل المجهود بفوز وثلاث نقاط. والله الحمد لله كابتن، احنا لعبنا حوالي 8 ماتشات أو 7 ماتشات، يمكن كل الماتشات اللي بدأنا بيها مع الكابتن عيد وبدأنا بمباراة قوية، فرق يعني يعتبر لعبنا أكتر من حوالي 6 فرق من فرق المنافسة، ما فيش فرقة يعني في المستوى السابع الثامن إن احنا نلعب معاها، لا كلهم كانوا من الفرق اللي موجودة من ضمن المنافسة، والحمد لله رب العالمين احنا يعني
يعني في تعادلات موجوده في الفتره اللي فاتت، ولكن كانت مع فرق قمه. يعني المباراه اللي فاتت كانت مع البلديه، بلديه في ملعبها، بلديه فرقه بتنافس وكانت راكبه الجدول. التعادل دوت يعني اخرهم شويه، خلى فرقه ديكرنس انها تركب الجدول تاني من جديد. الدنيا صعبه فوق جدا، وتحت الحمد لله برضو يعني الفريق كان 7-8 نقط ما بيننا وما بين مصر السلوم اول ما الكابتن عيد جه تولى المهمه. دلوقتي الحمد لله الفريق بقى لنا نقطه واحده، والحمد لله يعني الناس مركزه، والحاج محمد عطيه والكابتن عيد واللعيبه بصراحه ربنا الدنيا ملمومه معاهم وربنا كريم الحمد لله. حد غلط مفيش مشكله، اهم حاجه كسبنا. المكسب بيغطي على اخطاء كتير. خلاص يا رجاله نشكر ربنا سبحانه وتعالى. بايونيرز يحقق فوز الاول في المسابقه بالفوز على المصري بالسلوم بثلاث اهداف مقابل هدفين في مباراه مميزه من لاعيبه بايونيرز وكابتن عيد مرزي. بايونيرز يترك المركز الاخير للمصري بالسلوم. كان معكم حسن علي، كره بلدنا، قناه الشمس.